في قاعدة فقهية بتقول المشغول لا يشغل. يعني إيه المشغول لا يشغل؟ يعني لو إنسان ما صامش أيام من رمضان ودخل عليه رمضان الجديد، ما ينفعش في رمضان الجديد يقول إن أنا هصوم نفس الأيام في رمضان، لأنه ذمته بقت مشغولة بصيام الأيام الجديدة. النهاردة إحنا بنتكلم عن الانشغال بالله سبحانه وتعالى. من صفات العبد الرباني إن هو دايماً منشغل بالله سبحانه وتعالى، دايماً حياته كلها فيها انشغال بالحق، انشغال بربنا سبحانه وتعالى.